المعلم في شمال غرب سوريا مقهور والجرح في قلبه ينزف لما يرى من تردي الواقع التعليمي. للأسف الشديد أثر الحرب بشكل كبير جدا جدا على التعليم وتفشي الجهل بشكل كبير جدا، هذا أثر تأثير معنوي ونفسي على الطالب. طبعا موضوع التفسخات اللي أصبحت بالمدارس في الزلزال الذي وقع في 6/2/2023 أثر كثيرا على هذا الموضوع. فكانت مرحلتنا الدراسية كثير سيئة، حتى أنه يئسنا من الدراسة، يئسنا من أنه نكمل، وبسبب التنقل يعني تهجرنا 7 مرات. أسباب ومشاكل عديدة تواجه قطاع التعليم في شمال غرب سوريا منذ أكثر من 13 عام، لذلك ضمن رؤيتنا الساعية لبناء المستقبل والأوطان وبدعم من وورد فيجن للاستجابة السورية، نعمل على إعادة الحياة للبيئة التعليمية من خلال 18 مدرسة متوزعة في محافظتي إدلب وحلب، حيث الآن نترككم مع بعض المشاهد لهذه المدارس كيف كانت وكيف أصبحت. حاليا رحل مدرستنا بعتبر انه انتقلت نقله نوعيه من قبل الترميم لبعد الترميم، يعني صار في فرق عنا تقريبا 90%، حتى الطلاب يعني صارت وقت تفوت على الصفوف او على شيء تحس باريحيه بالاعطاء او بالمعلومات اللي عم ياخذوها. بنت شيء من الحافز بين المدرسه والطالب بالاعمال التي قامت بها بالترميم داخل هذه المدرسه. أتمنى أن يطلع من الأوائل والمعمرين لهذا البلد بعد ما تخرب نهائياً. إن ترميم المدارس يعتبر اللبنة الأساسية للمجتمع من خلال توفير المكان المناسب المحفز والذي يعكس التزامنا الجاد بتوفير التعليم الجيد والمناسب للجميع.